هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروبي جينا تنسليكم. ان شاء الله الصحه. شلون لقيت الغداء؟ اوه والله عالمي، فركه بطاطا على سوريه. لك ايش بدنا نسوي قاعدين لحالنا؟ ايش بدنا نطبخ؟ والله لك ابو سعود سؤال. ايه خالد شو اخباره؟ عم تشوفه؟ لا والله ما عم شوفه، صار يومين ثلاثه مختفي. انت عم تشوفه؟ لا والله. طب دق له دق له، خلينا هيك نعمل لنا شيء قاعدين. لك ايش بدنا فيه غليظ يا هذا؟ لك يا اخي لك غليظ بس خاروف. ما علي شاف والله انت انت يلا. الو ابو الخيل، شلونك؟ شو اخبارك؟ لك وينك وينك مختفي انت؟ اهلين سعيد. لا ما فيني انا بالبيت. لك والله انا وعصام قاعدين انه بركي بننزل بنشوفك بالقهوه. عامل لك ما فيني، ما بقدر اطلع. لك ليش ما في؟ خير؟ شو في؟ كانك مو على بعضك. لك ما في شيء، ما في شيء، بس يعني انا مزحت قبل شي يومين ثلاثه مع مرتي، قلت لها بدي اتجوز عليكي. ايه شو صار؟ بصراحة أول يومين أنا ما شفت شيء، بس هلا عم شوف بالشمال منيح. أنا لا ما فيني افتح التحية وريلي إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد ما عم تحضري هذا مسلسل يعني؟ ما حلو هذا المسلسل، ما بحبه. حطينا على شيء شغلة حلوة هيك تفرفح القلب. ايه ما في شي حلو. ايه قلبي بهالمحطات الا ما يطلع شي محطة حلوة. عفوت ساوي كاسة شاي انا. يلا ماشي. بدك السكر بقلب الشاي ولا السكر لحاله؟ لا لحاله. لا حاله. ايه قلبي قلبي. قلبي. يا خلو تفكري قلبي. كون جوري اختعم. عم لك قلبي الجند. ايه عم قلب ما في شي حلو. خلاص خلاص. لك هلا تركتي موبايلك عم يرن هون ورحتي؟ اوهو على هالموبايل تضرب الموبايلات وساعدها. شو هاد؟ قولي شو بابا؟ شو بابا؟ مين ها؟ هذا اخوه لرفيتي الله يرحمه. مات؟ ايه والله يا بابا مات. اقعد لاحكي لك كيف مات. اقعد بابا هذا يا سيدي كان نازل من البيت. ايه وضع عني حرام كثير هيك على قده. ايه فمرقة تريلا، عرفتها هي التريلا الكبيرة؟ تريلا عرفتها عرفتها. ايه تريلا هي هي. ايه محملت لها شي طن ونص. هذا تبن اكل البقرة عرفته؟ ايه طن ونص. ايه شي ايه طن ونص. طلعت فوقه بالدولاب وهرسته هرس. يا ويلي ما عاد بين منه شي يا بابا. صعبة صعبة. مين عم يدق الباب؟ مرحبا عمو. كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. طمني عنا. تمام. غزوله هون؟ غزوله؟ ايه غزوله. ايه بابا مرحوم على الباب. شو شلونك يا مو؟ كثير زعلانة منك أنا. ليه؟ ليش؟ يعني ما بتعرف ليش؟ لك هي مرتك الكهينة الحقيرة ما تخليني أسب بهالله. مرتي ضلت وراك ضلت وراك لأخذتك لبيت أهلها. فهمت ليش؟ لك يا مو هذا الشيء إجا لمصلحتي. بعدين البيت اللي تركناه لحنا أجرناه وعم نستفاد منه. بعدين دخلك ببيت حماية مين صفي عنني غير حماتي؟ آه وأنا ومرتي. اسمعوا لك ابني، بدك تدير بالك من حماتك هاي الكهينة
ومن مرتك كمان ها، بدك تفتح عينيك هالقد. دير بالك يسحروك لك ابني، ما بتاكل شي، ما بتشرب شي منهم، فهمت الا لا؟ لك يا امي شلون بدهم يسحروني اه؟ ما انا اللي بساوي كل شي بايدي، يعني انا اللي بحضر الطبخه، وانا اللي بطبخ، وانا اللي بجلي، وانا اللي بغسل، وحتى اذا انتزعت الكهرباء عنا بالبيت انا بساويها، وحتى بشطف الحمامه وبكب الزباله، بقى شلون بدهم يسحروني اه؟ شلون؟ يبعث لك قتلك الهي، وما سحروك لسه لك ابني، ولك تحولت لسريلانكيه، فهمت؟ أبو حده، أبو حده، أبو حده. شوفي أم لي شو بدي أعمل غدا اليوم؟ هلا فياتيني شان تسأليني شو بدك تعملي غدا اليوم؟ إيه فماني حكى عن أهم غداك يعني؟ خلص عملي أي شيء خليني نام. أنت أم لي شو بدي أعمل؟ أوه علينا أعمل لك أعملي أي شيء. ما راح أعمل غير عمرك، أنت اللي كل يوم بحتار. عندك برغول؟ عندي عدس كمان، عندي كاتشب، عندي اعملي بيتزا. ملينا من البيتزا، ملينا من البيتزا. الو اهلين حبيبي، والله عم حضر الغدا كنت. ايه مفاجأة يعني، مو نسيان عيد ميلادي، مو دخيل عينك انا. ايه يلا حبيبي ناطرتك. اوكي اوكي باي حبيبتي. حبيبتي اهلين حبيبي، شلونك؟ تمام منيحة، كيفك انت؟ تمام كل سنة وانت سالمة. وانت سالم يا رب. انه شلون هيك افطنت انه عيد ميلادي؟ الله يسامحك، انا بدي انسى يوم عيد ميلادك. تتذكري السيارة اللي شفناها من يومين؟ تي جاي شو حلو السيارة ولونها شو غريب. ايه بتذكرها، جبت لك شحاطة نفس اللون. شحاطة شحاطة. يا شو هاد يا؟ شو يا بيقول لي؟ شو هذا اللي طفيته؟ ما في شيء يا بي، انسى. فكرتها سيجارة؟ لا لا مو سيجارة. أنا كنت عند الزعيم. إيه. كان في اجتماع العضوات. إيه. عم يخبرنا الزعيم إنه الفرنساوية بدهم يفوتوا يهاجموا الحارة نهار الأربعاء. وليه يا بيوم لأنه هرب من هاد الحرب موسيقى؟ لا ما بدنا. الله يوفق، والله أنا بخاف. أنا بخاف أكثر منك. لك ومن هرب من هاد الحرب؟ لك حبيبي عود عود أخبرها. الزعيم بده ياني روح خبر أنا أبو جعفر لحتى يجيب زلمه ويجوا قبل نهار الأربعاء. روح يا بي روح، ما تروح. وين بدي روح؟ لك وين بدي روح؟ الفرنساوية إذا شافوني بخرطوني رصاصة وأنا زلمة خرطي. وليه شو بدنا نعمل لها يا بي؟ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نساوي؟ أفكر أنا أنت مو قلت لي بالكتاب بتعرف تكتب وبترى؟ لك إيه أنا أشطر واحد الكتاب كله يا ابي. بنكتب له رساله لابو جعفر ونبعته اياها. ايه شو رايك انت؟ ايه؟ خليه يجيب لنا نهار اربعه. لك يلا جيب لي ورقه والقلم. يلا جيب جيب جيب. سابوا ركبي. يلا قولي قولي. يلا بمسي الاربعه. تو شو بكتب يا ابي؟ انه إنه لكنه لكنه لعله لعله بما أنه بما أنه سيهاجمون الحارة الفرنساوية يوم الأربعاء. سيهاجمون الحارة الفرنساوية يوم الأربعاء. أربعاء تعال يا أبو جعفر يوم الأربعاء. يا بي نعم. اللي هي الهمزة من فوق ولا تحت تبع الأربعاء؟ الأربعاء من فوق ولا تحت الهمزة؟ معروفة شبك. طب اللي نسيت انا على الرعب. خلاص خليه يجي يوم الاثنين. الاثنين تعال ابو جعفر يوم الاثنين. تعال ابو جعفر يوم يا بي. ايه كمان الاثنين بدها همزه، الهمزه من فوق ولا من تحت؟ لك معروفه هي معروفه. من وين؟ خلاص خليه يجي يوم الاحد. هطلع حاد يوم